واحد بيقول أود أن أعرف من قداستكم ما هي الملابس التي يرتديها الراهب في فترة التدريب، هل هي ملابس بيضاء؟ وهل شرط أن تكون بيضاء أم من الممكن أن يرتدوا لونا آخر مثل الرمادي؟ كل الأديرة تقريبا بيلبسوا ملابس بيضاء ما عدا ديرة بوفقار بيلبسوا بني ويسموه الأخ البني. واحد من ساد سيفن طالب ان انا اعمد ابنه مش عارف هو فين، خدوا الورقة دي احتفظوا بيها، كاتب التليفون بتاعه. واحد بيقول ما الفرق بين الروح القدس والضمير؟ وما هو الجديد عندما يؤمن الإنسان ويحل عليه الروح القدس حيث أن التبكيت والإرشاد موجود من قبل الضمير؟ الفرق بين الاثنين أن الضمير ممكن أن يخطئ، لكن الروح القدس هو روح الله لا يمكن أن يخطئ. فالإنسان مثلا اللي ضميره لا يستريح لغاية لما ياخد بطار أبيه أو طار أخيه، ولما يقتل القاتل يبقى فرحان وضميره مستريح، ده ضمير تعبان. وياما في ناس بيرتكبوا أخطاء وضميرهم مستريح لأن في مبادئ عنده تبرر هذا الامر. والتلميذ اللي بيغشش زميله في الامتحان بيبقى ضميره مستريح انه ساعد واحد على النجاح بينما ارتكب خطيه. يعني الضمير ممكن ان يخطئ، والضمير ممكن ان ينمو بالمعرفه وبالارشاد وبالتوعيه، والشيء اللي كان بيعمله زمان ممكن ما يعملوش دلوقتي، لكن روح الله الارشاد بتاعه كله صح، لان الكتاب بيقول يعلمكم الحق الى اخره.